منذ البداية كانت الموضوعية غايتنا وثقتكم هدفنا. أهلا وسهلا. يا ريت تبقى حلقتك هنا كده في المنطقة دي. حاضر. تميزنا في متابعة الأحداث عن قرب. إذا كان هناك سبق فهذا سبق لحضراتكم يحدث في مصر. يا أستاذ شريف بجبنت نماذج تعبتني جدا. تغير الواقع مرات عدة. هناك دايما ثقة في أن مصر هتتعامل مع كل الصعاب اللي قدامها. هذه الثورات كانت جزءا مهما وضويا لهذا الشعب. وبقي حرصنا على مصداقية الصورة. مصر دي صمدت من آلاف السنين دون تقليل أو تهويل. بشكر حضرتك أنه ده تم من خلال البرنامج. تحياتنا لحضرتك يا فندم. Thanks, I very much enjoy being in Egypt and I appreciate the opportunity to talk to you. Thanks again for having me. عملنا لسنوات على أن تثق فيما نقدم. سعيد جدا على هذا المستوى. لتكون على علم بكل ما يحدث في مصر. تقديري للأستاذ شريف وأنا سعيد أوي بالبرنامج. يحدث في مصر من الثلاثاء إلى الخميس العاشرة مساء على MBC مصر.